السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ سلسلة جديدة من الفيديوهات الخاصة بالمايكوباكتيريوم تيوبركيلوزيس. مبدئيا كده نبدأ بالبكتيريا. المايكوباكتيريوم تيوبركيلوزيس أو البكتيريا المسببة لداء السل، أو كما يقال عليها قديما الموت البطيء أو الطاعون الأبيض. ليه؟ لأن هي كانت بتسبب في حالات وفيات كتيرة جدا. طيب هي البكتيريا دي موجودة من امتى بالظبط؟ البكتيريا دي موجودة من زمان جدا، لدرجة ان احنا قدرنا ان احنا نعزل بعض الخلايا البكتيرية دي من بعض المومياوات المصرية من 3000 الى 3500 سنة قبل الميلاد. هيبوقراط ذات نفسه اتكلم عن البكتيريا دي تقريبا 450 سنة قبل الميلاد، وقال والله إن هذه البكتيريا كان اسمها فايسيسيز هناك باللغة اللاتينية القديمة أو اليونانية القديمة، وكان بيتكلم على إن البكتيريا دي بتتنقل عن طريق الهواء الملوث، وهو ما كانش عارف إذا كانت بكتيريا أو غيره، بس وصف الأعراض بتاعة المرضى وهي إن هو بيكح دم مع سخونية والمريض بيموت في الآخر. أرسطو برضو اتكلم عنها وقال والله إن هي برضو بتتنقل عن طريق الهواء الملوث، وقد يكون السبب ميكروب. طيب كان بيطلقوا عليه تسميات كتيرة زمان في القرون الفائتة، سواء الكونسومشن أو مرض الاحتراق أو الطاعون الأبيض أو الويستنج ديسيز اللي هو مرض التدهور، أو الجودس اللي هو المميت الأفضل. طيب لحد سنة 82 في القرن ال19 روبرت كوخ قال لك والله ده السبب هو بكتيريا شكلها عصوي الشكل، وأطلق عليها اسم مايكوباكتيريوم تيوبركيلوزيس أو البكتيريا المسببة لداء السل. طيب البكتيريا دي اتصابت فئة كبيرة جدا من العظماء و الحكام بتوع العالم على مستوى التاريخ. طيب البكتيريا دي عبارة عن ايه او بتعمل ايه؟ نبدأ كده في الاول ونقول والله ان البكتيريا دي بتعمل ايه. البكتيريا دي بتعمل ميجر جلوبال ديسابيليتي، يعني هي سبب رئيسي للديسابيليتي في الديفلوبينج كانترز، كذلك في معدل وفيات في الديفلوبينج كانترز. هي سوشيال ديسيز. يعني ايه سوشيال ديسيز؟ يعني مرض اجتماعي له ميديكال اسبكت. مرض اجتماعي ليه؟ لان البكتيريا ديفلوبد في الكراودد ارياز، في الاماكن المزدحمه، وفي لو انكم ستيت، الدول اللي المحصل الدولي او المادي بتاعها قليل. طيب فهي نقدر نقول لو مكان موبوء بهذه البكتيريا فالرفاهيه الاجتماعيه بتاعت المكان ده ضعيف، لو مكان ما فيهوش المرض فنقدر نقول ان ده ديفلوبد كانتر. يعني ممكن ان احنا من خلال معدل الاصابات بتاعه الدوله نعرف اذا كان ايه، اذا كان هذه الدوله الانكم بتاعها والدخل بتاعها كويس ولا لا. طيب الحاجه اللي بعد كده، في مصر البكتيريا موجوده؟ اه موجوده. تقريبا بيكون في 12 حاله جديده سنويا لكل 100,000 من البوبيوليشن. طيب درجه ان في مصر عندنا وزاره الصحه مخصصه برنامج اسمه دليل الفريق الصحي لمكافحة مرض الضرن أو مرض السل. طيب نبدأ بأول حاجة عن البكتيريا ديت أو العدوى ديت، ونبدأ بالإبيديميولوجي. إبيديميولوجي يعني إيه؟ يعني بيرسون بليس أند تايم. بيرسون لو هنبدأ بيها مين الأشخاص اللي بيصابوا، عندنا الإيدج، الجندر، الهيلث ستيتس بتاعة الشخص، والنيوتريشن والفيزيكال أكتيفيتي. نبدأ بالإيدج، كل ما زاد العمر كل ما زاد الريسك بتاع الإصابة بالمايكوباكتيريوم تيوبركيلوزس. والسبب في كده يرجع لان كل ما تقدمنا في العمر كل ما المناعه بتضعف، كل ما البكتيريا بتقدر ان هي تصيب الشخص. بعد كده الجندر، في التشايلد هود الذكور زي الاناث بالظبط. بعد كده مع التقدم في العمر الذكور معدل الاصابه بتاعتهم اعلى، وده بسبب ان هم بيكونوا او بيعيشوا في الاماكن المزدحمه اكتر، بيبدأوا ان هم يتعاملوا مع الاشخاص المصابة في مجال العمل. وزي ما نعرف برضو ان certain occupation يعني فرص عمل معينة بتأدي لزيادة الاصابة، وفرص العمل ديت هي اللي بيكون شغال فيها الذكور اكتر من الاناث. معظم الاناث بيكونوا رباط مناسل.
طيب بعد كده الهيلث ستيتس، البور هيلث ستيتس تعتبر ريسك فاكتور. بين قوسين عند البور هيلث ستيتس ديت اكتب الاشخاص المصابين او الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه. زي مين اللي مناعتهم ضعيفه؟ زي الاشخاص اللي عندهم ان كنترول دايابيتس ميليتس، الاشخاص اللي عندهم سكر غير منتظم. ايه تاني؟ المرضى بتوع الكرونيك ديزيزز زي الرينال فيلير، زي المرضى اللي عندهم HIV او الايدز، زي المرضى اللي بياخدوا اميونو سبريسيف دراجز عشان يعالج اورام على سبيل المثال، او امراض مناعيه ذاتيه. المرضى اللي عندهم مالجنانسز، زي المرضى اللي لسه فايقين من جراحات كبرى ميجور سيرجريز، او المرضى اللي في ضغط ايه، ضغط نفسي منتال سترين. كذلك برضو دوكيومنتد ان فولوينج الانفكشن بتاع الميسل ممكن ان يجي لنا ايه، ممكن ان يجي مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس انفكشن. بعد كده النيوتريشن، تفتكر الاصابه هتكون في مين؟ طبعا في المال نورشت. كل ما زاد المال نورشمنت كل ما زاد الاصابه بالتي بي. طب ايه العلاقه؟ اللي فيها علاقه مباشره بين المال نورشمنت والبور اميون سيستم. كل ما الشخص ما بياكلش كويس مناعته ضعيفه يصاب بالبكتيريا اكتر. طيب البكتيريا ذات نفسها ايه علاقتها مع النيوتريشن؟ البكتيريا ذات نفسها بتؤدي لان الشخص يقعد في السرير ويكون عنده مال نيوتريشن كمان. يعني المال نيوتريشن تؤدي لحدوث الانفكشن، والانفكشن بتعمل مال نيوتريشن. طيب بعد كده الفيزيكال اكتيفيتي، كل ما زاد الفيزيكال اكتيفيتي كل ما زاد شيوع المرض في الجسم. ليه؟ لان ببساطه الهيفي ورك بيزود من معدل التنفس، وكل ما زاد من معدل التنفس كل ما زاد من معدل خروج البكتيريا من الرئه الى الدم، فبيزود على البكتيريميا. يعني اكتب الريسبيراتوري ريت العالي بيزود حدوث البكتيريميا او بيزود وصول البكتيريا للدم. تمام كده؟ طيب بعد كده عندنا الاوكيوبيشن، قلنا ان في سيرتن اوكيوبيشن او في وظائف معينه بيزيد الاصابه فيها. زي ايه؟ زي اللي شغالين في الهيلث كير، الدكاتره، الممرضات، كذلك برضو اللي بيشتغلوا في ايه، في السيليكا داست، او اللي بيشتغلوا في الرمال وتصنيع الرمال والزجاج وصقل المعادن عن طريق الرمله. الاشخاص دولت معرضين للاصابه اكتر، وده بسبب ان الرئه بتاعتهم بسبب السيليكا بتبدا ان هي اصلا ايه، تبدا ان هي تبوظ. تخيل بقى تخش التي بي تلاقي الرئه بايظه اوريدي، فتبدا ان هي تبوظ الدنيا اكتر. طيب بعد كده السوشيو ايكونوميك كلاس، والموضوع قلنا ان المرض اكثر شيوعا في مين؟ في اللو سوشيو ايكونوميك كونديشن او البور بوبيوليشن اكتر من الهاي سوشيو ايكونوميك او اللي معاهم فلوس. ليه؟ مبدئيا البور سوشيو ايكونوميك كونديشن بيعانوا من الجهل، بيعانوا من البطاله، بيعانوا من الازدحام، وبيعانوا من ايه، من البور هاوسنج كونديشن، يعني الاماكن بتاعتهم اللي بيعيشوا فيها عشوائيات بتكون كراودد. لو شخص مصاب يقدر ان هو ينقل الاصابه بسرعه للاشخاص اللي حواليه. بعد كده الجيناتيك فاكتور، هل في علاقة بين الجينات وبين الإصابة؟ والله قد يكون هناك علاقة، وده احنا وجدناه ان مثلا ان التيوبركلوزس تلاقي ان هي بتكون موجودة في عائلات وعائلات تانية لأ، وده ممكن يكون له علاقة بالجينات وممكن لأ. خلاص وجدنا ان هو ملهوش علاقة بالجينات. امال يا دكتور ايه الفكرة؟ فكرة ان الفاميليز بيكونوا قاعدين في نفس الهاوس، فلو حد مصاب من البيت هيصيب بقية الأشخاص اللي حوالينه، يبقى هي ملهاش علاقة بالجينات، ملهاش علاقة بالتوارث، ولا يمكن انتقالها عن طريق البلازمات، مفيش الكلام ده. يعني لو أم مصابة ابنها هيطلع سليم، مفيش أي مشكلة. طيب خدنا كده البيرسون، طبعا آخر حاجة في البيرسون برضو سبيشيال هابت. وايه السبيشال هابت اللي ممكن تؤدي لانتشار التي في؟ ايوه الله ينور عليكم، الشيشه يوزرز. طيب بعد كده البليس، بعد كده ايه البليس؟ مين الدول اللي معدل الاصابات فيها عاليه؟ الديفلوبينج كانترز اعلى بكتير في معدل الاصابه من الديفلوبد كانترز. طيب في الديفلوبينج كانترز، طب حاليا حتى الديفلوبد كانترز ابتدى ان المرض يظهر فيها دلوقتي نواديس في الفتره اللي احنا فيها. طب ليه؟ عشان كده بنقول ان الديسيز ده ايمرجنج بروبلم. ليه؟ هنجاوب على السؤال ده دلوقتي. طيب فاصبح دلوقتي المرض مش بس مقتصر على الديفلوبينج كانترز، لا ده ديفلوبينج وديفلوبد كانترز، سواء كانت اربن كانترز او رورال كانترز، دول ريفيه او دول ايه، او دول ها مدنيه.
طيب الطايم بالنسبة لمعدلات الحدوث، من أول منتصف القرن العشرين ابتدت معدلات الحدوث ابتدت إن هي إيه؟ ابتدت إن هي تعلى تدريجيا، ابتدت إن هي إيه؟ تعلى تدريجيا. طيب وإن كان معدلات الحدوث كانت في انخفاض الفترات اللي فاتت اللي هي قبل إيه؟ قبل القرن اللي هو العشرين، قبل القرن العشرين كان معدلات الموجودة عالية وبتنخفض تدريجيا من التبي. بعد القرن العشرين ابتدت ان هي، او في منتصف القرن العشرين ابتدت ان هي تعلى تاني. طيب ايه السبب؟ 3 حاجات. ايه السبب ان هي من منتصف التسعينات ابتدت ان هي ترجع تي بي تاني بضراوة؟ سبب 3 حاجات. 1 البور بيرفورمانس اوف التيوبركلوزس كنترول بروجرام. الحاجة التانية ديرماتوجرافيك فاكتور. الحاجة التالتة ان في امراض ساعدت على ظهور التي بي اللي هي الاميرجنج ديزيزز او الامراض الجديده. نبدا باول سبب وهو البور بيرفورمانس اوف التي بي كنترول بروجرام. احنا يا جماعه كان في كنترول بروجرام اللي هو عباره عن تطعيم، عباره عن فاكسينيشن اجينست التي بي. التطعيم ده هو كان بيؤدي لان مفيش اصابات او معدل الاصابات الجديد قليل جدا. طيب بس هل كل الدول التزمت بالتطعيم؟ لا، في مشاكل حصلت في الحكومات في الفترات اللي فاتت ادت لايه؟ ادت لان هم يبداوا ان هم لا يهتموا بايه؟ بالتطعيمات. وبور مانجمنت للبروجرام بتاع التطعيمات ادى لظهور انواع جديده من البكتيريا ما بتستجيبش للعلاج، دراج ريزيستنت سترين، دراج ريزيستنت سترين. طيب ايه تاني؟ الادويه غالية، الحاجة التانية أكتر من دواء، والمريض لازم يمشي عليهم لفترة 9 شهور، فحتى المريض برضو قد يكون هو الملام برضو على إن المرض موجود أو ظهر ليه المرة التانية. بعد كده ديرموجرافيك فاكتور، إحنا يا جماعة فترة تزايد ليه العالم في رابيد بوبيوليشن جروث في الفترة اللي إحنا فيها، كل ما زاد عدد الأشخاص والمشكلة الأكبر إن هما متكدسين، التكدس حوالين إيه؟ حوالين أماكن معينة، الأوفر كراودنج اللي بيحصل مع البور سانيتري كونديشن، تلاقي ان المنزل مثلا الشقه الواحده تلاقي فيها 8 9 افراد، لو فرد واحد مصاب هينقل ل 4 افراد تانيين، زي ما نعرف ان السكندري اتاك ريت بيوصل ل 48%، فدي نسبه عاليه جدا. طيب الحاجه التانيه سبب زياده برضو ايه؟ بسبب زياده اللايف اكسبكتنسي بتاعت البوبيليشن، اللي هو معدل الحياة ابتدى ان هو يزيد، واحنا عارفين المرض كل ما زاد التقدم في العمر كل ما زادت نسبة الإصابة. رقم 3 الإيمرجينج ديزيزز. ايه الإيمرجينج ديزيزز؟ ان ظهر مرض جديد اسمه الـ HIV وبيعمل الايدز او الـ Acquired Immune Deficiency Syndrome، يعني المناعة بتضعف، اول ما الاميونيتي تضعف مين البكتيريا اللي تنشط؟ الـ TB. وده لو شخص كان اصاب قبل كده والجهاز المناعة بتاعه كان قوي كفاية لان هو يمنع ظهور الاعراض، اول ما جهاز المناعة يبدأ ان هو يقع تبدأ ان التي بي تعصف بالجسم مرة اخرى. طيب ما تيجي نتكلم على السايكل اوف انفكشن بتاعة البكتيريا. سايكل اوف انفكشن بنتكلم على البكتيريا شوية، بنتكلم على الريزرفوار بتوعها ازاي بتتنقل، المود اوف ترانزميشن بتطلع ازاي من الشخص المصاب وتوصل عن طريق ايه الى الشخص الغير مصاب وتخش الجسم ازاي ومين هو اللي بيصاب. ده السايكل اوف انفكشن، يلا بينا نتكلم عنه. نبدا عندنا بالبوزيتيف ايجنت. بص يا جماعه احنا عندنا الجينس الكبيره اسمها مايكوبكتيريا، العيله الكبيره اسمها مايكوبكتيريا. دي ايروبيك بكتيريا، ايروبيك يعني بتحب الاكسجين قوي. رود شيب يعني بس اللاي رود شيب، ده معنى رود شيب يعني ان هي ايه؟ عصويه الشكل. ستريت او كيرفت زي ما انا رسمتها كده. طب هل بتتصبغ بالجرام ستين عشان اقول جرام بوزيتيف او نيجاتيف؟ لا، هي ما بتستخدمش او لا تصبغ بالجرام ستين. طب يا دكتور بتصبغ بايه؟ بتصبغ بسبيشال ستين اسمها زيل نيلسون ستين او الفلوروكروم، يا اما الزيل نيلسون يا اما الفلوروكلور. طيب هل بتقدر ان هي تتكسر لما احط عليها اسيد او لما احط عليها الكحول؟ لا، يبقى بتريزيست الديكالوريشن او الديكالوريزيشن، ملهاش دعوه او ما بتتشالش بيه الاسيد او بالالكحول. وكمان ما فيهاش كبسول، ما فيهاش سبور، ما فيهاش فلاجيلا، ما بتتحركش، فهي ما فيهاش اي حاجه مميزه يعني زي بقيه الباسيلاي التانيه، لا بتتصبغ ولا فيها التيل او الفلاجيلا ولا بتتحرك ولا فيها سبور، مش شبه بقيه الباسيلاي.
طيب هي اسيد فاست والكحول فاست. اسيد فاست ما بتتاثرش بالاسيد اللي هو السلفوريك اسيد، والكحول فاست برضو ما بتتاثرش بالالكحول اللي احنا بنستخدمهم في الصبغات التقليديه. طب ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان السيل وول بتاع الخلايا البكتيريه ديت ما هواش جلايكوبروتين زي الخلايا البكتيريه العاديه، امال هو عباره عن ايه؟ عباره عن مايكوليك اسيد، وده سبب ان هي ما بتتصبغش بالصبغات العاديه. طيب احنا عندنا الجينس مايكروبكتيريا دي عيله كبيره، في منها تيبيكال وفي منها اتيبيكال. التيبيكال ثلاث انواع: المايكوبكتيريوم تيوبركيلوزس، مايكوبكتيريوم بوفس، ومايكوبكتيريوم كومبلكسا. طيب اول نوع اللي هو التيوبركيلوزس دي الهيومن تايب اللي بتصيب الانسان، تاني نوع اللي هو البوفاين تايب اللي بيصيب الماشيه، وتالت نوع ممكن يصيب الاثنين. طيب دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل جرانيولوماتس ديسيز. يعني ايه جرانيولوماتس ديسيز؟ يعني بتعمل جرانيولوما في النسيج بتاع الرئه او بتاع العضو المصاب. الحاجه الثانيه الاثنين الثلاثه دولت اسيد فاست والكحول فاست، كذلك برضو من التيبيكال عندنا في المايكوبكتيريوم ليبروي او الليبروزي اللي مسببه لمرض الجذام. بعد كده عندنا الاتيبيكال. الاتيبيكال بنقول عليها نون تيوبركلس مايكوبكتيريا، يعني اي تيوبركيلاي غير الايه؟ غير المايكوبكتيريوم تيوبركيلوزس. طيب هي اسيد فاست بس ولكنها مش الكحول فاست. بتنمو على ايه؟ بتنمو على ميديا خاصه بيها فيها ماده البارا نيترو بنزويك اسيد، او بنقول عليها البنبا. بتنمو على ميديا فيها البنبا. طيب هل بتاثر على الجينيا بيج او فئران التجارب؟ لا، ما بتاثرش على فئران التجارب، وده معناه ان هي ايه؟ ان هي بتعيش بدون ما ان هي تسبب امراض. في منها نوعين: الفريكومنسل، ودي ما بتصيبش الانسان اصلا ولا بتصيب الحيوان، وفي السابروفيتك، وديت نورمال فلورا بتعيش على الجلد بتاع الانسان وما بتعملش اي حاجه وبتعيش في السويل والووتر. طيب فهي، ولكن كلمه سابروفيتك ان هي فلورا ديت لو جهاز المناعه ضعف جدا ممكن ان هي تهاجمه. طيب فعشان كده بنقول ان هي كان كوز اوبورتيونستيك انفكشن. معنى اوبورتيونستيك انفكشن يعني عدوى انتهازيه، جهاز المناعه يضعف تبدا ان هي تعمل مشاكل. زي ايه؟ ثلاث انواع: مايكوبكتيريوم ايفيوم، مايكوبكتيريوم انترسيلولار، ومايكوبكتيريوم كنساسي. تمام كده، او كانسي سي اي. فثلاث انواع: مايكوبكتيريوم انترسيلولار، ايفيوم، وكنسي سي اي. تمام يا جماعه، دي ممكن تعمل اعراض شبه اعراض التي بي، بس في مين؟ في الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه، الاتش اي في او الايدز بصوره اساسيه. طيب اتكلمنا على البكتيريا، طب تعالى نتكلم، ممكن ازرعها؟ ممكن اعملها كالتشر؟ احنا قلنا هي بتحب الهواء صح، وبتصيب الانسان، فاكيد بتنمو عند درجه حراره زي درجه حراره الانسان 37. مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هي عشان تنمو على الكالتشر العادية بتحتاج من اسبوعين لثمان اسابيع. طب الكالتشر عندنا في نوعين من الكالتشر، في نوعين من الكالتشر عندنا، يا اما انريتشد ميديا، يعني كالتشر عادية وانت حاطط عليها مغذيات زيادة، ده معنى كلمة انريتشد، زي الدورست ايج ميديا او الاكس الاين ميديا. دورست ايج ميديا او الاكس الاين ميديا، يعني بتاخد ايه؟ حاجة من البيض كده، او بيض وعليه صلاين، وتحط عليه البكتيريا وتسيبها تاني. وفي عندنا سيلكتيف ميديا معينه، معنى سيلكتيف ميديا ان انا بحط ماده في الغالب مضاد حيوي عشان امنع نمو البكتيريا التانيه، واسيب البكتيريا ديت بس هي اللي تنمو. اكزامبل على السيلكتيف ميديا اللي هو ال جي ميديا او لونشتين جينسون ميديا. لونشتين جينسون ميديا ديت فيها ماده حيويه او معدن معين اللي هو الملاكايت، وده لونه اخضر وبيمنع نمو البكتيريات التانية. في عندنا نوعين منها، في الجليسرول وفي البيروفيت. بيروفيت عشان البوفاين تايب اللي فيها بي مع البوفاين تايب بتاع الماشيه، والجليسرول دي فور الهيومن تايب. الجليسرول فور الهيومن تايب. طيب موضوع المقاومه بتاعت البكتيريا لعوامل معينه، هل بتهاجم عوامل معينه؟ اقول لك ان هي حساسه لحاجات ومقاومه لحاجات تانية. حساسه لايه؟ حساسه لدرجه الحراره العاليه بس فيها رطوبه، بنقول عليها مويست هيت. يعني ايه مويست هيت؟ درجه الحراره العاليه ذات الرطوبه العاليه، 60 درجه مئويه لمده 20 دقيقه، وحساسه للالترا فايلت ريز، فحساسه برضو لضوء الشمس. تمام. طيب ريزيستنت لايه؟ لمعظم الكيميكال ايجنت، اشهرهم مثلا الملاكايت جرين. طب بيقضي على المفروض بيقضي على البكتيريات كلها ما عدا دي. حساس او ريزيستنت لبعض الكيميكال، معظم المضادات الحيويه.
ما بتستجيبش ليها، ريزيستنت للاسيد وريزيستنت للالكحول، كذلك ريزيستنت للدراينج وال5% فينول. دراينج اللي هي تتحط في بيئه ايه مش مناسبه ليها للنمو. طيب تعال نتكلم كده، خلصنا الكوزيتيف ايجنت، تعال نتكلم على مين، على ريزرفوار. عندنا في نوعين زي ما قلنا، في الهيومن تايب وفي البوفاين تايب. هيومن تايب ريزرفوار هو الانسان، والبوفاين تايب هو الريزرفوار هو ايه، هو ايه الحيوان عندنا. طيب فالهيومن تايب قلنا ايه، الريزرفوار هو الانسان. فيوم نتكلم على البورتال اوف اكزيت، هي بتصيب الرئه فبتطلع عن طريق الريسبيراتوري تراك. طب البوفاين تايب هي بتصيب الحيوان صح، فيوم تطلع عن طريق الحيوان بتطلع عن طريق الادر اللي هو الضرع بتاع الحيوان، او الجزء اللي هو بيفرز ايه الملك. تمام. طيب بعد كده المود اوف ترانزميشن في الهيومن تايب بتتنقل ازاي. الشخص المصاب بيبدا ان هو يكح او يعطس في السبيوتم بتاعه، او في الرذاذ اللي طالع من الريسبيراتوري تراك بتاعه موجود البكتيريا. لو موجوده في رذاذ بتفضل عايمه في الهواء، دي دروبلت ترانزميشن او اير بورن ترانزميشن. اير بورن ترانزميشن ممكن تكون دروبلت نيوكلياي وممكن تكون داست نيوكلياي. دروبلت نيوكلياي ديت وزنها بيكون كبير وبالتالي ما بتتنقلش لفتره طويله، اما داست نيوكلياي وزنها خفيف تقدر ان هي تتنقل من مكان للتاني. تمام كده. طيب هل ممكن ان دايركت ترانزميشن؟ اه، عن طريق المناديل اللي الشخص بيمسح فيها السبيوتم بتاعه. طيب بعد كده عندنا البوفاين تايب، ديت بصوره اساسيه من اللبن غير المبستر، تتنقل عن طريق اللبن غير المبستر. الهيومن تايب هيخش للشخص اخر ازاي؟ عن طريق النوز او الماوس بتاعه، والبوفاين تايب عن طريق الماوس بصوره اساسيه، ده البورتال اوف انتري. طب بالنسبه للسسبتابيلتي جنرال، اي شخص يا جماعه ممكن ان هو يصاب، اي شخص ممكن ان هو يصاب. طب بعد ما يصاب الشخص بنسبه 99% الشخص ده هيكون مناعه خلويه. نوع المناعه هنا مناعه خلويه، ودي تقريبا اول مره نتكلم عنها، هنا البكتيريا دي بتعمل مناعه خلويه. طيب ازاي الشخص يكون مناعه؟ يا اما بعد انفكشن من هو عليها ناتشرال اكتيف اميونيتي، يا اما ارتفيشال انفكشن اللي هو ايه اللي انا طعمه ببكتيريا شبه التي بي، اسمها ايه، اسمها البي سي جي. اسمها ايه؟ البي سي جي. بكتيريا ضعيفه شويه ببدا اللي انا احقنها واخلي الجسم يكون مناعه خلويه ضدها. البيريود اوف كوميونيكابيلتي، يعني ايه بيريود اوف كوميونيكابيلتي؟ يعني انت عندك شخص مصاب اهو موجود في بيت، البيت ده فيه 10 اشخاص غيره، 10 اشخاص غيره، الشخص ده ينقل لكام واحد من ال 10 اشخاص دولت؟ تقريبا نسبه 48% سكندري اتاك ريت بنسبه 48%، يعني الشخص ده هيصيب من ال 10 تقريبا 5 اشخاص. 48 قريبه من 50%، يعني هيصيب ايه؟ تقريبا 5 اشخاص من ال 10. طيب البيشنت انفكتد لفتره طويله، البيشنت بيفضل انفكتد لفتره طويله، ولو ما اتعالجش هيفضل انفكتيف فور لايف. طيب لو انا عالجت الشخص بقلل الانفكشن بنسبه ايه؟ بنسبه 90% في ظرف اول 48 ساعه من العلاج، يبقى مجرد العلاج بتقلل الانفكشن بنسبه 90%. طيب احنا دلوقتي عندنا في كاركترستكس للكيسز، كاركترستكس للكونتاكت، وفي انفايرومنتال فاكتور معينه تؤدي الى شيوع البكتيريا. نبدا عندنا ايه الخصائص بتاعه الكيسز اللي تؤدي لشيوع المرض. اول حاجه ان المريض ده يكون مصاب اصلا، كلينيكال تايب، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه الفريكوانسي بتاع الكاف بتاعه بيكح قد ايه، والسبيوتم بتاعه كميته قد ايه، والليفل اوف بيرسونال هايجين. كل ديت عوامل بتتاثر او بتؤثر على انتقال البكتيريا من الشخص ده لشخص تاني. طيب بعد كده عندنا في كاركترستيك للكونتاكت بتخليه يصاب او لا يصاب، زي جهاز المناعه بتاعه عامل ايه، سنه قد ايه، ومدى قربه من الشخص المصاب. دي حاجات برضو بتاثر عندنا على البيريود اوف كوميونيكابيلتي او السكندري اتاك ريت. طب الانفايرومنتال فاكتور اللي تاثر معاك، الفنتيليشن، هل هم عايشين في بيت مقفول ولا بيت مفتوح، الهواء بيطلع لبره ولا الهواء محبوس. Measures of disinfection، معدل التخلص من الـ respiratory secretion بتاعة الشخص المصاب ايه أخبارها، والـ level of crowdedness، الأشخاص عايشين في مكان مزدحم ولا لأ. الباسو فيسيولوجي أو الباسوجينيسيس، البكتيريا أو الباسيلاي بتخش من النوز أو الماوس لمجرى الهواء لحد لما توصل لمين،
لحد لما توصل لاول لينف نود موجوده، اللي هي الهايلر لينف نود بتاعه الرئه. اول لينف نود هتقابلها هي الهايلر لينف نود بتاعه الرئه. هتعمل ايه مع الهايلر لينف نود بتاعه الرئه؟ هتقابلها الماكروفيج، تخش جوه الماكروفيج بعد بلعها، بس ما بتتكسرش لان هي بتطلع ماده بتوقف اللايزوزومات، بتطلع ماده بتمنع ان اللايزوزومات تكسرها، وبعدين تبدا ان هي تنقسم جوه الماكروفيج. فالماكروفيج بتطلع رسائل استغاثه اللي هي انترليوكين 12 وتيومر نيكروزس فاكتور الف. رسائل الاستغاثه دي بتنادي على مين؟ بتنادي على التي هيلبر 4، التي هيلبر 4 تمام. كذلك برضو بتنادي على الناتشرال كيلر اللي هي التي سايتوتوكسيك اللي هي سي دي 8. طيب بيخلوها يطلع ايه؟ بيخلوها يطلع انترفيرون جاما. بيخلوها تطلع ايه؟ انترفيرون جاما. بيعمل ايه الانترفيرون جاما؟ بينشط الماكروفيج فيحولها لخليه اقوى منها شويه. الخليه ديت اسمها ايه؟ اللي هي الخليه دي اسمها ايبيسيلويد سيلز، اسمها ايبيسيلويد سيلز. مجموعه من الماكروفيج برضو بتتنشط وبتتجمع اكتر من واحده في خليه واحده كبيره اسمها جاينت سيل، جاينت سيل تمام. طيب ويعملوا ايه؟ يكون الميكروب موجود في النص، الايبيسيلويد سيلز لف حوالينه، وبراهم في ايه؟ في الليمفوسايت سواء بي او تي ليمفوسايت موجود عندنا، والناتشرال كيلر بتبدا ان هي تختفي من المكان. طيب احنا لو جينا دلوقتي شخص كان سليم تم اصابته نتيجه لان هو اتعرض للسبيوتوم بتاع شخص مصاب قبل كده، والسبيوتوم كان فيه البكتيريا اللي هي الاسيد فاست باسيلاي، اتنقلت ووصلت للرئه، 99% من الحالات هيحصل كليرنس ولا كان حصل اي حاجه، مفيش انفكشن هتحصل اصلا. طب وال 10% التانيين هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم اكتف برايمري ديسيز. اكتف برايمري ديسيز ايه؟ الاكتف برايمري ديسيز اللي هي البون فوكس. يعني ايه يعني يا دكتور؟ يعني هتلاقي ان في حته من الرئه بتاعتهم والليمف نود والبلورا، ده اسمه الجون كومبلكس. يبقى جون كومبلكس ثلاث حاجات، جون كومبلكس عندنا ثلاث حاجات: حته من الرئه اللي هو بصوره اساسيه الميدل زون بتاعت الرئه، فيها انفلتريشن، فيها ايه؟ انفلتريشن يعني فيها خلايا مناعه موجوده، الهايلر ليمف نود انلارجد، والبلورا فيها التهاب. الثلاث حاجات دول اسمهم ايه؟ اسمهم جون كومبلكس، بلورايتس التهاب للبلورا، انفلتريشن للميدل لونج زون، وليمف نود هايلر ليمف نود انلارجد. طب الجون فوكس، اه الجون فوكس جرانيولوما اوف الليمف نود بس، او جرانيولوما اوف ايه؟ اوف اوف الميدل لونج زون. طيب ال 10% او ال 1% من الاشخاص دول هيحصل لهم ايه؟ اغلبهم اغلبهم جهاز المناعه بينشط، بيوقف الميكروب عند حده يمنعه من الانتشار، فيعمل حاجه اسمها ليتنت انفكشن. بس الميكروب ماله؟ موجود في الرئه وعايش، لسه عايش ما ماتش، تمام كده؟ طيب ونسبه قليله منهم الاعراض بتاعه البلمونري تي بي بتبدا ان هي تكمل، الاعراض بتاعه البلمونري تي بي بتبدا ان هي تكمل. ونسبة أقل منهم بيبدأوا إن هم يخشوا في المضاعفات بتاعة التي بي نتيجة لانتشار البكتيريا عن طريق الدم، زي التي بي مننجيتس، تي بي بيريكاردايتس، جينيتيوريناري تي بي، وميلياري تي بي، وهنتكلم عنهم بالتفصيل في المحاضرة الثانية. مننجيتس التهاب في المننجيز، بيريكاردايتس التهاب في البيريكارديوم، جينيتيوريناري مشاكل في الجهاز البولي والتناسلي، ميلياري تي بي ممكن البكتيريا توصل لأي حتة، ممكن البكتيريا توصل لاي حته. ده معنى كلمه ميلياري تي بي، بكتيريا موجوده في الدم وتنتشر لاعضاء كتيره جدا في الجسم. طيب طب الليتن تي بي ممكن ان هو يتحول لبلمونري تي بي يا دكتور؟ اه ممكن هو يتحول لبلمونري، ايوه. امتى؟ لما المناعه بتاعته تضعف مع تقدم في العمر. فده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للجزء الاول من المحاضره. بالنسبه للجزء الثاني من المحاضره فاحنا عايزين نتكلم عن ايه؟ الكلينيكال بيكتشر. بص يا سيدي، احنا عندنا الانكوبيشن بيريود، لينا اتنين انكوبيشن بيريود مش واحده بس. الاولانيه هي من اول دخول الميكروب الجسم لحد ظهور الجون كومبلكس او الجون فوكس، والفتره ديت بتقعد من 4 اسابيع ل 12 اسبوع. طيب هل الجون فوكس المريض بيكون عنده اعراض؟ مش كل المرضى عندهم اعراض. المرضى فعلا هيكون عندهم اعراض لو ايه؟ لو بقى بالمونري تي بي، اللي هو من اول دخول الميكروب الجسم لحد ظهور البلمونري تي بي.
وديت الفترة ديت بتقدر من 6 إلى 12 شهر. خد بالك هنا كانت من 4 إلى 6 أو من 4 إلى 12 أسبوع، هنا لا من 6 إلى 12 شهر، يبقى هنا 12 أسبوع هنا 12 شهر. تمام يا جماعة؟ فإحنا عندنا 2 incubation period على حسب أنت ظهور جون فوكس ولا ظهور بالمونري تي بي أو الأعراض بتاعة التهاب الرئة. طيب زي ما قلنا اهي هي نفس الفكره اهيت، هنا 12 اسبوع لحد ظهور البرايمري جون فوكس، وهنا من 6 ل 12 شهر عشان تظهر الاعراض بتاعه البلمونري تي بي. طيب الكلينيكال بيكتشر، احنا عندنا المريض مع جنرال سيمتوم ومع لوكال سيمتوم في الرئه. الجنرال سيمتوم اللي هي البرودروم، في ماليز، ويت لوس، ديكريز الابيتايت، ريكارنت كولد، ماسل بين، الحاجات ديت كلها صح. هنعلم بس على حاجتين مهمين يعتبروا سبيسيفيك من الجنرال مانيفستيشن او يشككون ان دي تي بي، وهي النايت فيفر اند سويتنج. نايت فيفر اند سويتنج دي مميزه للتي بي. بعد كده اللوكال كلهم مميزين للتي بي، زي ايه؟ كحه مستمره ببلغم، احيانا بيكون فيه خروج لدم مع الكحه. كلمه هيموبتسيز معناها ايه؟ معناها برودكتيف كف، والبرودكشن او المخاط اللي طالع فيه دم، كحه بدم. شيست بين موجود معانا، واحيانا البرونكاي بتصاب فيكون في ويزس كمان. البرونكاي تصاب فيكون في ايه؟ ويزس اللي هو تزييق في الصدر وصعوبه في التنفس. لما اجي اعمل اكزامينيشن بقى هلاقي ايه؟ جنرال اكزامينيشن هتلاقي فيه وهن عام. يعني ايه وهن عام؟ هتلاقي فيه بالور كاشيكسيا اللي هو وهن عام في الجسم، في فيفر اقدر ان انا اعمل لها ديتكشن. اقيس بقى الريسبيراتوري ريت، الهارت ريت، البلاد بريشر، الاكسجين ساتوريشن، على اشوف بقى الحاجات دي. الهارت ريت هلاقيه عالي، الريسبيراتوري ريت هلاقيه عالي، البلاد بريشر هلاقيه واطي في الغالب، الساتوريشن هلاقيه هلاقيه قليل اللي هو تشبع الاكسجين هلاقي ان هو قليل، وممكن الاقي كمان كلابنج في الاصابع. طب اعمل لوكال اكزامينيشن للرئه هلاقي ايه؟ ركز معايا كده، وحضرتك حاطط السماعه بتاعتك في اللونج زون، هتلاقي ان اللونج زون العلويه اللي هي الابر لونج زون، هتلاقي ان دخول الهواء ليها قليل، ديكريزد او ليميتد اير انتري في الابر لونج زون. وهتسمع صوت برضو مميز في الابر لونج زون اللي هو فيه ايه؟ في إديمة، في نمونيا موجودة في الجزئية دي، في مية موجودة جوه الألفيلاي، فصوت الهواء اللي داخل بيضرب في المية فبيعمل كريبيتيشن، صوت زي كركرة الشيشة. تمام؟ ممكن يكون في كافيتي، فحضرتك تسمع صوت دخول الهواء في الكافيتي ده، بنقول عليه إن هو كافيرنس، كافيرنس ريسبيريشن، كأن أنت إيه؟ كأن الهواء داخل في كهف بيعمل صوت كده، الهواء هو داخل في كهف بيعمل صوت، فبنقول عليه كافيرنس بريزنج. تمام؟ طيب طب لو البرونكاي افكتد، بيحصل التهاب حوالين البرونكاي وجرانيولوما حوالينها وبتضيق، لما تضيق صوت الهواء وهو معدي في ليومن ضيقه او في قناه ضيقه يعمل صوت صفاره عليها ويزس. تمام؟ طيب فديت ايه عندنا؟ بصوا ديت برضو الاكس راي المختلفه بتاعت كذا حاله من الحالات. نبدا باول اكس راي عندنا اهيت، لو تركز هتلاقي ايه؟ بص كده الهايلر ليمف نود اهيت، انلارجد هايلر ليمف نود، الهايلر ليمف نود بتوع الجنبين، وفوق هتلاقي ايه؟ بص كده شايف الحته اللي فوق دي؟ ده ايه؟ ده كافيتي موجود في الايبكس بتاعت الرئه. طيب برضو نفس الفكره، شايفين الكافيتي اهو في الايبكس بتاع الرئه، والهايلر ليمف نود كبيره قوي اهيت معانا. مش بس كده، ده كمان في ايه؟ اكتر من ليمف نود، وابتدوا ان هم ايه؟ ينتشروا في نسيج الرئه، فحصل زي فايبروزس او ريتيكولار باترن موجود في نسيج الرئه موجود عندنا. طيب صورة تانية اهي، بص هنا بقى، بص شايف، بص الرئة في فايبروزس تليف اهوت، وعمل مالتيبل كافيتيشن في نسيج الرئة عندنا، برضو هنا ايه؟ في تليف موجود. دي بتاعت ايه؟ دي في الغالب تي بي. شايفين الحتة ديت بقى؟ دي كالسيفايد تي بي. يعني ايه كالسيفايد؟ يعني ليتن تي بي موجودة، ليتن جون فوكس وحصل عليها كالسيفيكيشن. جون فوكس لما بيحصل عليها كالسيفيكيشن بنقول عليها رانكي كومبلكس. طيب وده ايه؟ ده خط موجود ايه ده؟ معناه ان في تليف في الحته دي. طيب صوره ثانيه، بص شايفين الرئه ديت مالها صغر، وحين ان ديت لسه موجوده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الرئه دي تليفت شويه صح؟ وممكن يكون في ميه حوالينها، الابيض ده ميه، دي بلورال افيوجن، ده حاله بلورال افيوجن. حاله ايه؟ بلورال افيوجن موجود معانا. هو في ميه موجوده بسبب البلورزي. دي صوره الايه؟
الواحد هيلد من التي بي، بس زي ما انت شايف الرئه بتاعته ايه، بايظه خالص، متليفه كلها، لانج فايبروزس بنقول عليه نودولار او ريتيكولار بات. طيب انا دلوقتي عشان اشخص تي بي، عشان اعمل دايجنوزس لايه، لي تي بي، عايز ان انا اشخص او افرق بين الاكتيف تي بي وبين الليتنت تي بي. اكتيف تي بي ده شخص مصاب عليه اعراض دلوقتي، ليتنت تي بي ده شخص ايه، ده شخص مصاب صح بس مالوش اعراض دلوقتي، ده البكتيريا جهاز المناعه ماله حاجزها، مناعها من ظهور الاعراض. فهنبدا ان احنا نتكلم الاول على الاكتيف تي بي. مبدئيا كده انا عايز اطلع العينه بتاعتي الاول، عايز اجيب سبيسمن وبعدين ابص عليها تحت الميكروسكوب سمير، ازرعها في كلتشر وابدا ان انا اتعرف عليها ان ديت مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس مش اي نوع تاني، او كبديل لكل ده ان انا بعمل موليكولار دايجنوزس ورايح دماغي. ايه الموليكولار دايجنوزس؟ بي سي ار، تمام كده. طيب ادور عليها، ادور على الجينات بتاعه البكتيريا واشوف الايه السسبتابيلتي بتاعه الشخص. اشوف السسبتابيلتي دي هنتكلم عنها في تيستات لوحدها. طيب نبدا باول حاجه ازاي اشخص الاكتف. اول حاجه السبيسمن، هتجيب العينه منين؟ محتاج تلات عينات ايرلي مورنينج سبيوت. يعني ايه؟ محتاج البلغم تلات ايام ورا بعض، تلات ايام ورا بعض، واشوف البكتيريا فيه بالسمير ولا لا. طيب لو المريض ما بيعرفش يطلع بلغم ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل برونكو الفيلر لافاج. ديت عباره عن ايه؟ بدخل تيوب احقن سلاين في الالفيولاي واشفط السلاين تاني، دي اسمها برونكو الفيلر لافاج. واحيانا لو المريض بيبلع زي طفل صغير بيبلع البلغم بتاعه، مورنينج جاستريك لافاج، مورنينج جاستريك لافاج. طيب لو المريض معاه اكسترا بالمونري تي بي، يعني اصلا التي بي في الاول ما جاتش في الرئه بتاعته، جت في حته تانية، يبقى ده بيعتمد على السايت بتاع الانفكشن، اخد العينه بتاعتي. طيب بعد ما خدت العينه اصبغها بزين نيلسون ستين او بالكروم فلور وبص عليها، ادي الشكل بتاعها بالزين نيلسون ستين، بيبان لونها احمر على خلفيه خضراء او زرقاء. طيب وادي الصوره بالايه، بالفلوريسنس زي ما انتم شايفين، اخضر فاتح في الخلفيه السوداء. طيب ميزه السمير شيب رخيصه جدا، هايلي سبيسيفيك، بس مشكلتها لو سنسيتيفيتي، يعني مش هتقول لك اذا كانت دي مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس ولا اي نوع من الانواع التانيه. عشان كده مضطرين ان احنا نعمل الكالتشر. الكالتشر هي جولد ستاندرد، بس في مشكله في الكالتشر. الكالتشر هي جولد ستاندرد بس في مشكله في ايه؟ في الكالتشر، ان هي بتاخد فتره طويله عبال ما البكتيريا تكبر. طيب ايه ميزه الكالتشر؟ الكالتشر ممكن استخدمها في اي حاله انا شاكك فيها، لو السبيوتم بتاعها لما عملت سمير ما لقيتش الميكرو. كذلك برضو بتعمل ايه؟ ممكن اشوف المضادات الحيويه هل هي ريزيستنت ليها والسنسيتيفيتي لايه بالظبط. طيب هعمل الكالتشر ازاي؟ برضو نفس الكلام، هتاخد السبيوتم، تبدا ان انت ايه، تبدا ان انت تحط عليه صوديوم هيدروكسيد عشان تشيل اي خلايا بكتيريه اخرى، وبعدين تزرعه لمدة اسبوع الى 8 اسابيع. طب ازرعه على ايه؟ يا اما ميدل بروك ميديا يا اما الجي ميديا اللي هي لونشتين جونسون ميديا. بعد ما ازرعه هتابع معاه ازاي؟ هتابع معاه لحد لما الاقي الكولونيز الموجودة عندي بتاعة البكتيريا، وهنشوف الشكل بتاع الكولونيز دلوقتي. دي الكونفنشنال ميزود، بتاخد زي ما قلنا من 2 ل 8 اسابيع. في طريقة اسرع شوية اللي هي الاوتوميتد ميزود، وديت بحط البكتيريا في اللي انا جايبها من سبيسمن في تيوب، وبسيبها ان هي تنمو. التيوب دي بتكون بروس ميديا اللي هي تيوب فيها شوربه، وبسيبها عندنا في بكتيريا الانكيوبيتور بنقول عليه اسمه باكت اليرت، ده بيتغير في البي اتش وبيتغير في مستوى الاكسجين على حسب نوع البكتيريا اللي انت حاططها جوه. طيب هتنمو البكتيريا، اشوفها ازاي ايدنتيفيكيشن ليها؟ هتلاقي ان هي عند حضرتك كريمي لونها اصفر شبه الزبده، رف خشنه الملمس، ودراي ناشفه صح. وهعمل اكزامينيشن ليها بالزين نيلسون ستين، الاقي ان هي مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس، ومهم ان انا احط عليها البنبا او البنزويك اسيد اهو عشان استبعد ان هي تكون اي انواع تانيه من الاي تيبيكال مايكوباكتيريا. طيب بس الموضوع مطول صح، فاحنا عايزين حاجه تخلص بسرعه. بي سي ار بيخلص بسرعه، ظرف 48 ساعه بيطلع لك النتيجه. اكزامبل على البي سي ار هو الجين اكسبرت، هتاخد العينه بتاعتك تحط البكتيريا، وكمان يقول لك الايه الريزيستنس بتاعتها او السسبتابيلتي بتاعتها للمضادات الحيويه بنسبه قد ايه. طيب السسبتابيلتي،
susceptibility يعني ايه؟ يعني الحساسية للمضادات الحيوية. هل البكتيريا دي حساسة لأنهي أنواع من المضادات الحيوية؟ أنا كده شخصت الشخص المصاب، أنا كده شخصت الشخص المصاب اللي عليه أعراض دلوقتي. طب الشخص المصاب اللي ما لهوش أعراض، اللي هو الليتنت بي، إزاي أشخص ليتنت بي؟ يا إما أعتمد على الإميونولوجيكال ريسبونس اللي هو استجابة الجهاز المناعي، صح؟ وقلنا ان المناعه مناعه خلويه، سيلولار اميونيتي. مشكله المناعه الخلويه ان هي عبال ما تديك نتيجه بيكون عندك ايه؟ بيكون عندك فتره 3 ايام، اللي هما من 4 من 48 ساعه الى 72 ساعه عبال ما تشوف ايه ملاحظه. ده في اللي هو التيست الطبيعي اللي هو التيوبركلين تيست. في تيست جديد معمول اسمه اجرا، هنبقى نتكلم عنه، هو مش محتاج مده الوقت دي. فالتيوبركلين تيست عباره عن ايه؟ عباره عن انترا ديرمال، انترا ديرمال يعني بحقن مادة بها في الديرمس، انترا ديرمال انجكشن يبقى انا بحقن مادة في الديرمس. المادة ديت اللي هي البوريفايد بروتين ديريفاتيف، بوريفايد بروتين ديريفاتيف. لما بحقنه انترا ديرمال ده ليه اسم تاني، المانتوتكس، مانتوتكس. طيب بحقن 5 وحدات من البوريفايد بروتين ديريفاتيف، ده بروتين موجود على السطح بتاع الخلايا البكتيريه، وباجي بعد 48 ساعه او 72 ساعه والاحظ اذا كان المكان اللي انا حقنت فيه فيه انديوريشن يعني تصلب ولا لا. يا جماعه انديوريشن وليس اريثيما، مش احمرار، ومحتاج ان يكون في دايره القطر بتاع الدايره ديت فوق 10 ملم، فوق 10 ملم. ده معناه ان الشخص ده بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ هنعرف دلوقتي. يعني مانتو تيست بوزيتيف، هنعرف يعني ايه بوزيتيف دلوقتي. طيب لو لقيت ان القطر بتاع الدايره اللي اتكونت اكتر من 5، القطر بتاع الدايره اللي اتكونت اكتر من 5، ممكن اقول عليه بوزيتيف. اقول عليه بوزيتيف في حالات معينه، 3 حالات، يا اما المريض عنده اعراض دلوقتي، يا اما ان عمل اكس راي ومبينه ان هو مصاب بتي بي، يا اما المريض مناعته الخلويه ضعيفه زي المريض بتاع الاتش اي في. طيب معنى ان المريض عملت له تيوبيكلين تيست وطلع بوزيتيف، ده معناه ايه؟ ده ممكن معناه ان الشخص ده متطعم اميون، او ان الشخص ده عنده اكتيف ديسيز دلوقتي، او ان الشخص ده ليتنت ديسيز يعني مصاب قبل كده وما لهوش اعراض دلوقتي. طيب فالفاليو بتاعت التيست ايه؟ اهميه التيست طالما هو ما بيفرقليش، والله الفاليو بتاعته ايبيديميولوجي. يعني ايه ايبيديميولوجي؟ يعني اشوف معدل شيوع الاصابه بالبكتيريا ديت بين الاطفال قد ايه مثلا. تمام. طيب في الدول مثلا ان التطعيم بتاع التطعيم بتاع التي بي ما هوش اجباري فيها، تطعيم التي بي اسمه بي سي جي، هنتكلم عنه كمان شويه. طيب قبل ما ان انا اطعم الاطفال او اطعم شخص كان باين عليه ان التيوبركلين تيست بتاعه نيجاتيف، ده محتاج ان انا اطعمه، وده انا اعرفه برضه دلوقتي. طيب بشوف الافكتيفنس بتاعه البي سي جي فاكسين، يعني انت حقنت واحد بالبي سي جي وعايز تشوف هو خلاص كده كون مناعه ولا لا، اعمل له تيوبركلين تيست. لو لقيته كان نيجاتيف الاول قبل التطعيم وبعد التطعيم بقى بوزيتيف، يبقى التطعيم بتاعه شغال كويس، صح؟ تمام. ايه تاني؟ تو تيست اليمينيت التيوبركلوزس فروم ديفرنشال دايجنوزس، عشان لو انت عندك مثلا شخص معاه اعراض شبه التي بي وانت شاكك في حاجات تانيه، استبعد التي بي. استبعدها ازاي؟ اعمل له تيوبركلين تيست. تمام كده. طيب يبقى فور ابيديميولوجي عشان اشوف نسبة عدم الاصابة او نسبة الاصابة بين الاطفال قد ايه في الدول اللي هي مفيش تطعيم اجباري فيها. برضو عندنا بدي قبل التطعيم للاشخاص اللي هم كانت كوبركلين نيجاتيف، واشوف الفعالية بتاعت التطعيم بي. وكمان عندنا عشان استبعد ايه؟ عشان استبعد التيوبركلوزس من الديفرنشال دايجنوزس عندنا. طيب هو مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو ما بيقدرش يفرق بين الليتنت وايه؟ هنتكلم عنها في الليميتيشن، ان هو ما يقدرش يفرق بين الليتنت والاكتيف والاميونايزد، فدي مشكله. الحاجه الثانيه بيظهر منه فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف عندنا. فولس بوزيتيف يعني ايه؟ يعني اشخاص التيست طلع بتاعهم بوزيتيف ولكنهم غير مصابين. زي مين؟ ما هو التيست المشكله بتاعته ان هو ايه؟ ان هو ما بيفرقش بين الاتيبيكال مايكوبكتيريا والمايكوبكتيريا التيوبركلوزس. فلو شخص مصاب باتيبيكال مايكوبكتيريا يطلع بوزيتيف، فولس بوزيتيف. كذلك برضو في الليشمانيا برضو بيعمل ايه؟ بوزيتيف ريزلت معاه، بالذات مع الكيوتينيوس ليشمانيازيس. طيب فولس نيجاتيف يعني ايه؟ فولس نيجاتيف يعني النتيجه طلعت نيجاتيف ولكن الشخص ايه؟ ولكن الشخص مصاب. طب ايه الفكره؟ احنا قلنا ان النتيجه بتعتمد على السيلولار اميونيتي، صح؟
النتيجة بتعتمد على السيلولار اميونيتي. طب لو شخص مناعته ضعيفة جدا جدا جدا، طبيعي ان التيست هيطلع معاه نيجاتيف. زي مين؟ زي الاتش اي في، زي البريجنانسي، الاميونو سبريزد. تمام. مين تاني من اللي تطلع عنده المناعة نيجاتيف؟ يا اما السيلولار اميونيتي ضعيفة جدا جدا جدا، يا اما الميكروب قوي جدا جدا جدا، ميكروب قوي جدا جدا، او ايرلي ان الديسيز، او ايرلي ان الديسيز. مين الميكروب عنده قوي جدا جدا؟ حالات البلمونري تي بي، بعض الحالات مش كلها، حالات التي بي مننجايتس، حالات الملياري، ملياري تي بي. تمام. حالات ان في انفكشن تانية موجوده زي الميسلز، حالات الهاي فيفر، او ايرلي ان الديسيز، ان المريض ايه لسه في الانكيوبيشن بيريود، لسه المناعه الخلويه بتاعته ما جهزتش. طيب الافضل بقى من التيوبركلين تيست حاجه اسمها اجرا تيست. اجرا اللي هو ايه؟ الانترفيرون جاما ريليز اسي، او بنقول عليه الكوانتي فيرون. كوانتي فيرون يعني بيقيس الكميه كوانتي بتاعه الانترفيرون جاما. فاكرين الانترفيرون جاما اللي كان بيطلع؟ ايوه، الانترفيرون جاما اللي كان بيطلع من الماكروفيج، او اللي كان بيطلع من التي لينفوسايت عشان يحفز الماكروفيج ويحولها لابسيلويد سيلز. ايه هو ده؟ بنعمله ايه؟ بنعمله كوانتيفيكيشن، يعني بقيس الكميه بتاعته، بقيس الكميه ايه بتاعته. طيب فالانترفيرون جاما بستخدمه بصوره اساسيه، اللي هو الكوانتيفيرون ده بستخدمه بصوره اساسيه عشان ايه؟ عشان اشوف كميه الانترفيرون جاما الموجوده عند الشخص. طيب ميزته ايه؟ هو سبيسيفيك للمايكوباكتيريوم تيوبركلوزس انتيجين بس، مش للبي سي جي ولا للايتيبيكال مايكوباكتيريا. فالادفانتج بتاعته فوق التيوبركلين تيست ان هو ما بيتاثرش بالتطعيم وما بيتاثرش بالايتيبيكال مايكوباكتيريا، ومحتاج زياره واحده بس. انما التيوبركلين تيست كنت بتروح المريض وتقول له تعالى لي بعد 3 ايام، صح؟ طيب ايه البريفنشن؟ ازاي امنع الاصابه بالتي بي؟ احنا قلنا اول حاجه ان التي بي ديت بتعتمد على السوشيو البور سوشيو ايكونوميك كونديشن، خلاص حسن السوشيو ايكونوميك كونديشن. الحاجه الثانيه علم الناس بطرق الانتقال بتاعها وازاي يحافظوا على نفسهم. طب لو بتتنقل عن طريق الملك خد ايه، اعمل بسطره للملك. طيب وطعم الناس بالبي سي جي في الدول الموجوده. طيب ايه البي سي جي ده؟ البي سي جي عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان انا جبت البكتيريا ابتديت اللي انا اضعفها تدريجيا، فهي لايف اتينيويتد فاكسين. لايف يعني بكتيريا عايشه، اتينيويتد يعني ضعيف. طيب بديه في مين؟ بديه لمين؟ بديه للديفلوبنج كانترز كلها، تطعيم اجباري في الديفلوبد كانترز او في الديفلوبنج كانترز زي مصر. طيب اجباري يعني كومبلسوري. طيب في الدول اللي ما فيهاش معدل اصابات يا دكتور، او الدول اللي المرض مش انديميك فيها بنعمل ايه؟ ببساطه خالص بديه للهاي ريسك جروب. يبقى في الديفلوبد كانترز بديه للهاي ريسك جروب. زي مين الهاي ريسك جروب؟ زي الدكاتره وزي الاشخاص اللي بيشتغلوا في السيليكا داست او في ايه، او في السيليكا صناعه الزجاج وغيره. طيب ممكن اديه للاطفال امتى يا دكتور؟ بمجرد ما يتولدوا اديهم. ليه؟ لان هو بيعتمد على السيل ميديتد اميونيتي. الاجسام المضاده يا جماعه ضد التي بي هي مش اجسام مضاده، احنا بنتكلم على مناعه خلويه، يعني المفروض خلايا. طب يا دكتور الخلايا دي ما بتعديش من البلاسينتا، يعني الام ما بتحميش طفلها حتى لو هي اميونايزد، حتى لو هي متطعمه عمرها ما هتحمي طفلها. فعشان كده بنقول الاطفال اول ما يتولدوا ممكن احنا نديلهم البي سي جي عادي. طيب الافيكاسي بتاعه البي سي جي، البي سي جي الافيكاسي بتاعته فوق 80%، وده معناه ان هو بيمنع الاصابه بالسيفير فورم بس زي التي بي مننجايتس والميليار تي بي. بس هل البرايمري تي بي اللي هو في الرئه هو بيمنع الاصابه ضده؟ لا. يبقى داز نوت بريفنت الانفكشن، يعني هو ما بيمنعش الاصابه، ولكنه بيعمل ايه؟ ولكنه بيحمي ضد السيفير فورم اوف الديسيز. طيب البي سي جي معلومات عنه برضو، اول حاجه ان هو بيتباع فروزن، يعني بيخزن عند درجه حراره من 2 ل 8 درجات، درايد في دارك بوتل، في اسطوانه غامقه في صوره بودره. طيب لما بحلله في ظرف 6 ساعات من التحليل، لازم ان انت تستخدمه بعد 6 ساعات ملوش اي قيمه. ليه؟ لان خلاص كده البكتيريا الموجوده ماتت. طيب لما اجي احقن يا دكتور، انضف الجزء اللي انا احقن فيه، احقن فيه التطعيم؟ لا، يبقى كليننج اوف السايت
of injection is not recommended لأن البكتيريا دي susceptible لأي حاجة. تمام؟ يعني إيه؟ يعني بتتكسر بسرعة. طيب عند الفاكسينيشن سايت، عند الفاكسينيشن سايت بيتعطى إزاي؟ بيتعطى حقن عند المكان بتاع الدلتويد انترا ماسكولر. طيب بعد 3 أسابيع بعد الفاكسينيشن بلاقي إن في إيه؟ بابيول، حتة بارزة على الجلد. بعد 6 أسابيع البابيول السنتر بتاعها بيبدأ إن هو يموت، وفي النهاية بعد سنة تقريبا بتلاقي إن هي عبارة عن إيه؟ سكار خفيف كده موجود على الجلد. طيب لو فضلت الألسر برولونجد أون هيلينج، يعني ما خفتش لفترة طويلة، ده معناه إيه؟ ده معناه إن الممرضة حقنت الطفل ده بهاي دوز بجرعة عالية، أو حقنتها سطحية سب كيتينيوس بدل ما إن هي تتحقن داخل العضلات، أو إن في مانيوفاكتشرال إيرور، يعني في مشكلة في إيه؟ في الحفاظ على البكتيريا. طيب ممكن ده ممكن برضو لو الشخص المناعة الخلوية بتاعته ضعيفة، لو الشخص عنده ديفكتيف سيلولار اميونيتي، ممكن البكتيريا تعمل ايه؟ تنتشر في جسمه وممكن تموته. طيب ازاي اعمل كنترول للتي بي؟ احنا متفقين كنترول بيعتمد على الكيسز ها والكونتاكت. الكيسز بلغ عن الحالات، اول ما تظهر حالة شاكك ان هي مصابة بلغ عنها، اعزلها، بعدين عالجها. ونعالجها ازاي؟ عن طريق الدوتس الدايركت اوبزرفيشن ثيرابي، يعني المريض معايا كل يوم بيجي لي الصبح بديله ايه الدواء واتاكد ان هو اخده. تمام. طيب ايه تاني؟ ابلغ المريض، اعلمه ازاي يحمي نفسه وازاي يحمي اللي حوالينه، والحاجه اللي بعد كده اشوف الناس اللي هم الكونتاكت بتوعه، اشوف هم تعرضوا ليه ومصابين ولا لا، واشوف هل هم متطعمين ولا لا، وده عن طريق التوبركلين تيست. لو طلع التوبركلين تيست بتاعهم نيجاتيف لازم يتطعموا. فاحنا اهوت السسبكتد كيس هي ايه يا جماعه، والكونفيرمد كيس هي ايه؟ سسبكتد كيس هو مريض جاي بكرونيك كاف بقالها اكتر من اسبوعين، وفيفر ونايت سويت ولوس اوف ويت. طيب بس جايب اعراض بس. كونفيرمد لا، ده جايب اعراض ومعاه يا اما بوزيتيف سمير يا اما بوزيتيف كالتشر، يا بوزيتيف سمير يا اما بوزيتيف كالتشر. طيب يبقى اعراض زائد، لو اعراض بس دي سسبتبل كيس او بنقول عليها بروبابل كيس، ممكن ان هو يكون مصاب سسبكتد. كونفيرمد لا، معاه اعراض وحاجه تاكد ان البكتيريا موجوده، سواء كلتشر صح او سمير. ده سمير بوزيتيف او كلتشر بوزيتيف. نبدا بالسمير بوزيتيف، محتاج زي ما قلنا 3 عينات صح، محتاج عينتين من ال3 عينات يكونوا بوزيتيف، وفرق بين كل عينه والتانيه يوم، او عينه واحده بوزيتيف ومعاها اكس راي اب نورماليتي، او عينه بوزيتيف ومعاها كالشر، دي كونفيرمد كيس. طيب لو لقيت ان الثلاث اسميرز طلعوا نيجاتيف، كالشر واحده مع اعراض او كالشر واحده مع اكس راي تشينجز، تقول ان الشخص ده مصاب. تمام. طيب طب بالنسبة للكونتاكت يا دكتور هتعمل معاهم ايه؟ الكونتاكت وفي الكيس الناس الملامسين لحالها هتعمل لهم التوبركلين تيست. لو لقيت التوبركلين تيست بتاعهم بوزيتيف اعمل اكس راي، لو لقيت الاكس راي بتقول ان هم مصابين بتبي يبقى عالجهم كتبي. طب لو لقيت الاكس راي بتاعتهم نيجاتيف، لو لقيت الاكس راي بتاعتهم نيجاتيف يعني ايه نيجاتيف؟ يعني ما فيهاش اعراض تبي، خلاص هتعمل كيمو بروفيلاكسيس، تدي له ايزونايزايد لمده 9 شهور. طيب لو التيوبر كلين تيست من الاول طلع نيجاتيف، نيجاتيف دي معناه ان هو ما اتطعمش صح، او معناه ان ممكن مناعته ضعيفه، او التيست فيه حصل اي مشكله صح، فعيد له التيست تاني بعد 3 شهور. لو لقيت ان هو لسه تيوبر كلين نيجاتيف يبقى الشخص ده محتاج يتطعم بي سي جي فاكسين. طب لو لقيت ان هو تيوبر كلين بوزيتيف يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ان هو في ظرف ال3 شهور دولت جهاز المناعه بتاعه رجع وافتكر الميكروب وابتدى ان هو يكسر، فنديله كيمو بروفايلاكسس برضه عشان هو اكثر عرضه للاصابه. كده خلصنا المحاضره بتاعتنا، اتمنى تكونوا فهمتوها، شكرا لكم.